حمص الخالدية 7/7/2013. حي الخالدية وحمص المحاصرة تحترق الآن. الدخان الأسود يملأ سماء حمص. الله أكبر، هذه حي الخالدية جامع سيدي خالد. والائتلاف الوطني يجلس الآن في الفنادق. لقد سقط الائتلاف الوطني في أعين الشعب السوري. هذه حمص الآن تحت النيران. يسقط الائتلاف السوري المناصر لعصابات الأسد وليس للشعب السوري. حمص تحترق تحت النار. سماء حمص يملأها الدخان الأسود نتيجة القصف الهمجي من قبل قوات الأسد. نطالب إخواننا الثوار في سوريا بالانضمام لمعركة حمص لإنقاذها من السقوط كالقصير وبابا عمر. ثوارنا في حمص محاصرة يناشدون إخواننا الثوار بالانضمام بسرعة قبل سقوط القصير. الله أكبر، القصف العنيف لم يهدأ منذ الصباح. هذا حمص، الله أكبر، حمص تجمع أنصار الثورة 7/7/2013.